موقع أزرق ديرة الرب. ولاد اختي وبنات اختي، مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوغ. على بالي هاد الخطره مركتها وقرعتها اكثر من 10 ايام، حطيت حتى فيديو، ولكن عدنا والعوده احمد ان شاء الله. الموضوع تاع اليوم مهم بزاف بزاف، وقيس كامل الشرائح تاع المجتمع الجزائري، الا هو الابتزاز. قبل ما نبدا الفيديو، كجزائري ونعرف المجتمع الجزائري كيفاش حنا نخدموا ولا كيفاش عايشين حنا في الدار، نحب نقول لك ادارك مع انسان تحشم منه ما تشوفش الفيديو دوكا، ماشي ما تشوفش الفيديو كاع، شوفه من بعد. بصح دوكا راك معك شي واحد، باباك خوك ما انا باليش، تحشم منه ما تشوفش الفيديو معاه. الفيديو ما راح يكون فيه لا سبان ولا طياح، كالعاده تعرفوا قناتي نقيه، ولكن احتراما ليكم باش يبقى توجور القدر بين الناس. ادارك مع واحد تحشم منه ما تشوفوش دوكا. كيقولوا ابتزاز واش معناتها؟ انه شخص حاكم على شخص واحد اخر، اتو ويمناصي به، يهدو بهذاك الاتو، يدير له شونطاج، سوا دير لي هذه سوا تمد لي دراهم، سوا دير عفسه، سواء ندخلك للحبس، سواء نفضحك، سواء نبعث هاد تصاور ولا فيديوهات. الظاهرة هادي تكزيستي في العالم كامل، وتكزيستي ما في الجزائر، وين الجزائريين يبتزوا الجزائريين، ولا الجزائريين يبتزوا الجزائريات، ولا العكس الجزائريات يبتزوا الجزائريين. ولكن هنايا نعرفوا بلي القانون الجزائري يجرم هاد الحادثة هادية ولا هاد الواقع هادايا. يعني من حقك انه اي واحد يبتزك داخل الجزائر تروح ديبوزي به بلانت، يدو للحبس. الابتزاز ممنوع. المشكل وين راهو؟ لما يكون الابتزاز خارج البلاد، وهنا اللي راح نوقف عليها، وراح نبريسيزي، راح نهضروا على النساء. اطاش راهم طايحين في واحد لي بياج. قد ما تسمعوا خوتي، ماشي كيما راني نسمع انا، حكايات بزاف يوصلوني في الميساجات، سواء في فيسبوك سواء في الانستغرام. واحد يحكي لك على حكايه، واحده تحكي لك على حكايه. المهم راسي تعمر بزاف، ولقيت انه من الواجب تاعي اني نعمل فيديو على هذا الموضوع هذايا، بالك نوعيو خياتنا. في الاونه الاخيره مجتمعات بزاف فاقوا بلي مشارقه، فاقوا بلي المجتمع الجزائري نفس الشيء مع خوتنا المغاربه، تونسية أقل، أنه أي حاجة عندها علاقة مع الجزائر نحبوا نشوفوها، تشكر الجزائر يدخلوا قاعد يشوفوها، تهضر بالجزائري وانت ماشي جزائري قاعد يدخلوا يشوفوك، تشكر الجزائريين قاعد يشوفوك، تسب الجزائريين قاعد يشوفوك. الواقع هذا موجود عند المغاربة، ولكن دائما نقول لكم المغاربة عندهم اليوتيوبر تاعهم يدافعوا عليهم. نفس الشيء التوانسة، نفس الشيء بلدان أخرين. أنا نهضر على الجزائريين. بما أنكم ما تقدرش تضبط هذيك الفرفارة، راح يكونوا موراها سلبيات بزاف. من بين السلبيات انه لقينا بزاف البنات ولاو يدخلوا جروبات تاع مشارقه، ولا مشارقه يدخلوا الجروبات تاع الجزائريين باش يصيدوا البنات. ولحقنا ويشوفوا بلي كاين علاقات، يعني علاقات عاطفيه بين وحده تسكن في الجزائر ومع عباد يسكنوا خارج الجزائر. كاين اللي تكلل بالنجاح كي تكون فيها النيه ويتزوجوا، نسبه قريب ما كاش تما باش ما تشديش فيها، ولكن الاغلبيه الريح في الشبك ومصالح وعواقب تاعها وخيمه بزاف. وهذوك الناس تاع المشارقه ولا يبروفيتيو على بالهم باللي الجزائري عنده واحد العقليه اللي شويه دور. يعني كي تحكم تاع اي شاب جزائري راجل، تلقاه ما بالعلاقه تاعو مع خطيبه تاعو ولا مع مرته ولا مع الزوجه تاعو ولا مع ولادو، دور شويه حرش، ما عندناش ذاك الحنانه بزاف. يعني صغار وين بنادم باريزو يقول له وليدو نحبك، ولا الطفل يقول الطفل اختو نحبك. يعني شغل دائما عندنا واحد العقده هكا، هي ماشي عقده، هي شغل كاركتر تاعنا هكا، شغل خشان. المرأة بالطبيعة تاعها تحب العكس، تحب شوية خشونية، بصح تحب هذاك الطبلايط هذاك، ربي يخلقهم هكا. والشباب تاع الجهة اللي ملهاه على بالهم بها، يستعملوا هذيك الحنانة بزاف باش يصيدوا بنات بزاف. لما تربطي انت تسكني في الجزائر وتربطي علاقة عاطفية ولا غرامية ولا بونقوية مع واحد يسكن، ما نهضركمش البلدان خاوتي باش ما ندخلوش في الفتنة، بصح لما تربطي علاقة مع هذاك واش راكي تسناي؟ كتحلمي بلي واش راكي تشوفي في المسلسلات راح يسرق، كتحلمي يجي هو فوق عود بيض ويجي للبلاد، ولا انت تروحي في طياره عنده ويعيش تماك سلطانه، هو مخلي بنات بلادو كاع، بنات حومته اللي قراو معاه اللي خدموا معاه اللي تسكن فوق واللي تسكن تحته كاع خليهم، وراح يحوس على وحده في الفيسبوك وانت مامنتها بيان سور. لما يربطوا علاقات معاهم يبدا يبلعطك بهذاك اللسان الحلو، يبلعطك، ومن بعد يبدا يحوس يرفد عليك اكبر عدد من المعلومات. مثلا وين تسكن سوا سوا، يدي معلومات على باباك، يدخل فيسبوك تاعك، شكون هي اختك ولا اخوك، باباك واسمه، وين تسكن بلاصه فلانيه في الجزائر، الولايه فلانيه، حومتك باك وباك، باش يلم المعلومات اكبر عدد من المعلومات. كاين الرب اللي بعثوا لهم تصاور تاع كادي دونديتي تاعهم وباسبورات تاعهم بعثوهم لهم، يعني شوفني هاو باسبوري ولا ها كادي دونديتي تاعي. سمح لي هنا نسميها سوا نيه بزاف سوا غباء بزاف. سي خونا بعد ما يلم هذوك المعلومات واش راح يدير؟ يبدا يتقرب منك ويحوسك على البوان فاب تاعك، ويبدا يقول لك انا حاب نشوف وجهك اليوم، تبعث له التصويره تاع وجهك اليوم، غير عينيك غدوه عينك ونيفك، غدوه عينك ونيفك وفمك، ومن بعد وجهك بالخمار ولا بلا خمار، وبعد شعرك ومن بعد رقبتك ومن بعد الباقي. يسخلك الفرفاره مليح مليح وتولي مع بالك واش راك تبعث له، وتقول له بعث لك غير اللي كيخي سوبريميها. هو بالك وقعت في سيبال مع ولاد حومته كاع، ولا قاعد معاه اربعه ولا خمسه من الناس، حتى الا كان وحده راح يقضيهم عنده.
تقول له حلف لي بلي سوبريميوم، ويقول لك نحلف بلي سوبريميوم، مي سوبريمي والو. نهار يلم اكبر عدد من المعلومات عليك وعلى داركم واكبر عدد من الفيديوهات والصور، ينحي الماسك ديالو ويبدا يبتز فيك عيني عينك، باتي لي دراهم، باتي لي كادو، ديري هذه ديري هذه، تبدا مع الاول تريزيستي تريزيستي، يبدا يزيد هو في التهديد تاعو، ويقدر اتو مومو يبهدلك، يقول لك نبعثهم لباباك، نبعث صور لولاد حومتك، نبعثهم لاختك، نحطهم في لي ريزو سوسيو وفي الفيسبوك، موقع ازرق ديريكت يا رب. وبما انه قلت لك ماهوش مي با وليد بلادك وانت تقدر لي تروحي تشكي به، او يسكن في بلاد واحده اخرى ما عندك ما ديري. الطفله هذيك اللي عندها شويه دراهم يتمدهم له، والا عندها شويه دراهم وخلصوا لها تولي تسلف، والا خلاص وين تسلف تولي تبيع في ذهبها، والا بعد ذهبها تولي تسرق، وكاين بزاف ويلحقوا للانتحار. ما كاش واحد فيكم ما سمعش حكايه هكا يا محينك، كيفاش تقدري تامني عفايس كيما هادو؟ كيفاش تقدري يا بنت الناس تبعث تصورك بنادم يسكن في بابوي باسم العواطف؟ شمن العواطف هذوما؟ راهوش مي با وليد بلادك ساكن قدامك. مانيش نقول لكم حلال ولا حرام، خلينا من الدين، انا ما نهضوش، ماناش نهضروا على الدين، صاي نهضر في التخمام ديالك. كيفاش تقعدي تكبري على ولاد حومتك ولاد بلادك؟ هذا طويل هذا قصير هذا سمين هذا ما يخدمش مليح هذا ما يخلصش مليح هذا ساكن وحده هذا ماشي ساكن وحده، ورايحه تجري في الجهه اللي من هالي ما عنده والو، وثلاثه ولا اربعه اللي ماسك مركبهم كل يومين يحي لك ماسك، واش راح تقدر ديريهم بعد؟ ما يحشمش هو على روحه، تشكي به ما عندهم يقدروا يديروا يسكن بلاد واحده اخرى، تكونتاكتي هاكر وما هاكر وما على باليش، والناس اللي عندهم لي جروب تاع السينيرام غنقولوا له الكونت هذاك يعاود يفتح كونت واحده اخرى. ولاد الذين راهم فاتحين جروبات يحطوا فيهم تصاور فيديوهات تاعكم، ما عندك حتى مشكل معاه، فاتحين جروبات بيناتهم يحطوا تصاور وفيديوهات تاعهم تاع شمال افريقيا. كما قالت نعناع هذا هو الكبت، تحت سمانه ولا 10 ايام صرات حادثه كما هذه الوحده بنت بلاد. ما نقولكمش الحكايه واش من بلاد بتزوها منها، والمشكل شنو هي الكاميرا فيه باش تمد الات لصاحبه وهو الكاميرا فيها، يعني الزوج نوايا تلاقاو ما فيهمش النيه، هي الكاميرا فيها باش تقبض عليه اتو، وهو الكاميرا فيها باش يقبض عليها اتو، وفي زوج كانوا ربنا كما خلقتنا، وواحد ما على بالو بلي الاخرى ويسجل فيها. سربت الفيديو تاعو هي لصاحبه باش صاحبه يبتزو ليش يكون خارج البلاد، وهو كي تم ابتزازه رجع الفيديو تاعها. شكون اللي خسر هنايا يا بنت بلادي؟ خطيكم العقليه هذه، خطيكم الجياحات هذو، ما راكم بهدلتوا بروحتكم وراح تبهدلوا الناس معاكم، راح تبهدلوا فاميلتكم. ايماجيني من غدوه تصاور فيديوهات يلحقوا لبابك، يلحقوا راجلك، من غدوه تزوجي وتجيب الدراري يكبروا يشوفوا يماهم كيفاش كانت، يلحقوا لولاد حومتك، يلحقوا الناس وين تخدمي معاهم اللي تقرا معاهم لجيرانك، اللي تشفى اكثر من اللي تغيضه، وما كاع حتى واحد حيوقف معاك باسكو انت اللي غلطه. مي راح يرفدوا روحتهم، يروحوا يرفدوا يشرو يديروا فيزات، يروحوا للسيد هذاك بلاد يحوسوا عليه. حبسوا الجياحات تاعكم باسكو حتى تفرغر فيكم. النساء اللي عندك بنتك في عمرها 15 16 سنه احكميها، هضري معها، دير الكونتاكت مع ولادك، دير الكونتاكت مع بناتك، نتوما البنات تكونوا تحكيوا مع بعض، ما تقعديش تحكي على المسلسل الفلاني المسلسل الفلاني، قروا شويه يحكوا في مواضيع هذوما. وحده تفطن وحده، الام تربي بنتها وتفطنها على عفايس ما تعرفهمش بنتها، طفله تفطن صاحبتها، مجتمع كومبلي يعاون بعضها. نتمنى الموضوع هذا يتبارطاجا بارتو، لو كان سلك غير وحده منكم بالك عند ربي تحس بالكبيره. حيا ولاد بلادي وبنات بلادي، راكم في القلب كاع، تلاقاو فيديو جديد موضوع جديد، تصاور قاتسي.